أهلا بكم أصدقائنا أصدقاء دافنشي ريزولف بالعربي. معروف أن صفحة الإيديت في الدافنشي فيها نقطة ضعف كبيرة وهي الإفكتات. مفيش فيها إفكتات كتير، فيها حوالي 7 أو 8 إفكتات ومنهم اللي مش شغال في النسخة الفري. معظم التأثيرات بتاعة الدافنشي موجودة في صفحة الفيوجن، وعشان كده الفترة اللي فاتت دي أنا غيبت عن القناة، لكن كنت شغال على أني بكرييت مجموعة كبيرة من الإفكتات عشان نقدر نستخدمها في صفحة الإيديت. وكمان قدرت أحول تولز أو التأثيرات الموجودة في صفحة الفيوجن إن إحنا نقدر نستخدمها في صفحة الإيديت. خد مني مجهود كبير وشغل كتير عشان أقدر أعمل المجموعة ديت، فإحنا معانا تعدى مئات التأثيرات اللي هنقدر نستخدمها في صفحة الإيديت زي ما هنشوف الوقت، وحلقة حلقة كده إن شاء الله نبدأ ننزل تأثيرات ونعرف إزاي بنستخدمها. النهاردة هنستخدم زي ما أنت شفت في عنوان الفيديو، هنستخدم الماجيك ماسك وهو أهم تأثير موجود في الدافينشي أو عموما في الإيديت. تأثير الماجيك ماسك هو مهم جدا في صناعة التأثيرات المختلفة، بيدخل كتير في صناعة أي تأثير، فتعالوا نشوف إزاي هنقدر نستخدم الماجيك ماسك في صفحة الإيديت والفرق بين الاستخدامين في الفيوجن، في صفحة الفيوجن وصفحة الإيديت. يلا بينا نبدأ ونشوف معانا إيه النهاردة. هنا أول ما هتضغط على اللينك الموجود في صندوق الوصف هيدخلك على الصفحة دي مباشرة، صفحة التحميل. هنا انت لو عايز تدعم القناة ممكن تدعم من أول دولار زي ما انت عايز، أو لو مش عايز تدعم هتكتب هنا 0 دولار، وبعدين جيت ناو هيحولك هنا على صفحة تانية وشيك اوت ناو، وبعدين مباشرة هيدخلك هنا فيو كونتنت، وبعدين داونلود. تضغط على الداونلود هيتحمل عندك ملف مضغوط، وبعدين هتيجي هنا الملف بتاعك بعد ما تفك عليه الضغط هتفتحه، وبعد ما تفتحه هتلاقي ملف DRFX. الملف ده هتضغط عليه هيدخلك مباشرة على الدافينشي تعمل انستول. تضغط انستول. هنا بعد ما عملت انستول للإفكت بتاعك هتيجي تروح هنا على الإفكت، وبعدين تروح على إفكتس، تفتح هتلاقي فولدر باسم باري، تضغط عليه، وبعدين هتلاقي الفولدر باسم ماسك. اضغط على ماسك هتلاقي ماجيك ماسك موجود عندك. اولا تعالوا بقى ننزل فيديو بقى اللي احنا هنستخدمه. نجيب فيديو زي ده نصغره شوية عشان العملية البروسيسنج تبقى بسيطة شوية معنا، وبعدين نجيب ماجيك ماسك نسحب الفكت ونحطه على الفيديو زي ما انت شايف كده. بعد اهم خطوة لازم تعملها هتيجي هنا تضغط على فيوجن اوفرلاي، تخليها فيوجن اوفرلاي، بعدين تروح على انسبكتور، وبعدين افكت، هتلاقي الافكت ظاهر عندك وفي التولز بتاعته. التولز بتاعته دي عندك بقى مجموعه من الادوات هنا. الاداه ديت لو انت عايز تستخدم العزل في الاتجاه ده، في اتجاه التايم لاين في الناحيه دي، وهنا لو انت عايز تعمل فريم واحد، وهنا لو عايز توقف الماسكينج، وهنا لو انت عايز تعمل العزل في الاتجاهين، في الاتجاهين بتاع التايم لاين على الفيديو بتاعك. واكيد يعني انتوا عارفين هو بيشتغل ازاي، معظمكم بيعرف ان هو بيشتغل ازاي، لكن احنا بنشرح اللي ما يعرفش. وهنا نفس الحكايه برضو، لو انت عايز تعمل فريم واحد، واللي هو هنا عايز تعمل في اتجاه التايم لاين في الناحيه دي او الجزء اللي انت شايفه هنا ده. طيب انا هنا عندي التايم لاين في نص الفيديو، فاحتاج ان انا اعمل الماسكينج في الاتجاهين. بعد كده اهم حاجه قبل ما اضغط هنا، باجي في نص على الكائن بتاعي او الاوبجكت، كان عايز اعزل العربيه ديت عن المشهد خالص، تيجي كليك شمال وتبقى تسحب تعلم على الاوبجكت بتاعك زي ما انت شايف كده، وبعدين تروح هنا على السهمين وتضغط، هو هيبدأ يعمل عملية العزل زي ما انت شايف كده. كده العزل تم زي ما انت شايف، وهنا بتعرف ان هو العزل تم ازاي. شايف انت الخط الاخضر ده، كده العزل تم، بيبدأ يعد هنا الفريمات بتاعتك من starting to end زي ما انت شايف كده. شايف العد كده، هو بيعمل دلوقتي ماسكينج، تستنى خالص لحد ما ينهي العملية بتاعته من البداية للنهاية، هو كده خلاص خلص تقريبا. تبدأ بقى تحرك كده تلاقي الأوبجكت بتاعك اتعزل، أو السيارة أو العربية اللي انت شايفها كده اتعزلت زي ما انت شايف كده. هنا لو انت بقى عايز تظبط هنا بعض التولز هتروح على هنا على مات، بعد هنا انت عملت التراكنج، بعدين تروح على مات هتلاقي هنا بلور، لو انت عايز تخلي الجزء الخارجي اللي هو الإطار الخارجي ده بلور شوية، عايز تصغر الماسك، عايز تكبره من هنا كده زي ما انت شايف. يعني لو وسعت كده الماسك هنا أضيقه بحيث ان هو يبقى مظبوط.
كده الماسكينج بتاعك اتعمل. لكن هو هنا عشان نبقى واضحين شويه، هنا عندنا في عيب او نقطه سلبيه في الماجيك ماسك في صفحه الايديت. ايه هي؟ لو انا رحت عند الفيديو هنا وبعدين رحت على الترانسفورم وحبيت اعمل زوم اوت او زوم ان او زوم اوت، شايف العزل مش تمام. طيب هو بيعمل كده في صفحة الفيوجن؟ لا، تعالوا نجيب الفيديو تاني، نجيب فيديو بالشكل ده ننزله ونروح صفحة الفيوجن ونشوف الفرق بين الإيديت والفيوجن. نروح على صفحة الفيوجن وبعدين كنترول سبيس وبعدين نكتب ماجيك ماسك وبعدين نحطه بين الفيديوهين زي ما انت شايف كده، وبعدين هنيجي برضو هنا هنعلم على الأوبجكت بتاعنا زي ما انت شايف كده. كده اتعزل هنا بسرعة شديدة لانه معمول مصمم لصفحة الفيوجن. وبعدين برضو بنفس الطريقة تضغط هنا هيبدأ يعمل عملية تراكينج للعزل او للماسك بتاعنا. كده تم العزل زي ما انتم شايفين كده، ونروح احنا على صفحة الايديت التاني عشان نشوف الفرق. هنا الفيديو اللي انا عزلته في صفحة الفيوجن، لو رحت هنا على الترانسفورم وعملت زوم ان وزوم اوت، الكائن او الاوبجكت بتحرك معاك كامل، الجزء اللي انت عزلته بيبدأ يتحرك معاك بسلاسة خالص عكس الفيديو اللي انا عزلته في صفحة الايديت. هي دي النقطة السلبية بتاعته زي ما انت شايف كده. فحلها الوحيد اللي انت قبل ما تعمل ماسكينج في صفحة الايديت ان انت تكون محدد البوزيشن بتاعك بالظبط، بوزيشن الكائن انت عايزه صغير في الجزء ده، عايزه كبير، عايزه تبدأ تحدد في الترانسفورم بتاعه وبعدين تعمل العزل او تستخدم الماجيك ماسك. طيب هنا عندنا في صفحة الحلقات الجاية بقى، عشان الجزء اللي انا قلت لكم عليه نقفل صفحة نيجي عند الافكتات كده. في هنا عندنا زي ما انت شايف دي الافكتات الاصلية بتاعت البلاك ماجيك او الدافينشي ريزولف، حوالي 2 4 6 8 10 11 ومنهم افكتات مش شغالة في نسخة النسخة الفري. هنا بقى عندنا مجموعة كبيرة من الافكتات انا صنعتها الفترة اللي فاتت دي كلها، وهنبدأ من الحلقات الجاية ان شاء الله نشرح افكت في كل ده فري ان شاء الله، هنشره فري حلقة حلقة كده. فلازم انت تشترك في القناة لو انت حابب ان انت تستخدم الافكتات دي عشان يوصلك الحلقات بتاعتنا وتقدر تستخدم كل الافكتات دي، اكتر مئات الافكتات يعني انا اشتغلت عليها ولسه بشتغل كمان على افكتات كتير بصنعها انا في صفحة الفيوجن هنا، زائد ان انا حولت التولز. لو انت جيت هنا على صفحة الفيوجن هتلاقي هنا تولز، كل دي افكتات زي ما انت شايف كده وادوات بتستخدمها في صفحة الفيوجن انا حولتها بحيث ان انت تقدر تستخدمها هنا في صفحة الايديت. فاحنا لو جينا هنا مثلا في الدا وهنيجي هنا على فيوجن تولز هتلاقي كل دي افكتات في صفحة الفيوجن أنا حولتها لصفحة الإيديت وتقدر تستخدمها في صفحة الإيديت، زائد إفكتات تانية كتير أنا عملتها أو مصنعة. دي مجموعة كبيرة جدا من الإفكتات هنقدر نستخدمها. فاشترك في القناة عشان يوصلك عشان تقدر تستفيد، لأن أنا هدفي أخلي صفحة الإيديت في برنامج الدافينشي قوية جدا بحيث إن هي تتغلب على أي برنامج إيديت تاني. هو ده كل اللي عندنا النهاردة، وبكده تكون حلقة النهاردة انتهت. أتمنى أن هي تكون عجبتكم وتقدروا تستخدموا الماجيك ماسك. الناس اللي ما بتقدرش تخش تستخدم الفيوجن تقدر تستخدم الوقت الماجيك ماسك في صفحة الإيديت. ده أنت أول مرة تشوفنا، ما تنساش تشترك في القناة لأن معانا إفكتات كتير جاية إن شاء الله هنحاول نقوي صفحة الإيديت في الدافينشي ريزولف، وده تقريبا محدش عمل كده، إنما هنبدأ مع بعض كده عشان نتميز بشيء. فما تنساش تشترك في القناة لو أنت أول مرة تشوفنا، ولو أنت صديق من الأصدقاء ما تنساش تحط لايك عشان الفيديو يبدأ ينتشر شوية. وشكرا لدعمكم، زي ما انتوا عرفتوا الطريقة اللي هتحملوا منها الإفكت ازاي لو حد دعم، شكرا له، وشكرا لكل من دعم ولو حتى بكلمة واحدة. وأشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.